يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم محبة الكافر لأجل الدنيا لا لأجل الدين؟ وهل لا يجوز محبة الكافر؟ ما يجوز، لأنه عدو لله، عدو لله. فأنت لا تحب الكافر لأي غرض من الأغراض، تبغضه لأن الله يبغضه، تعاديه لأنه عدو لله، لا تحبه أبدا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.